أعرفكم بعمري يوسف لوتا، مدير أول في مركز حمدان للإبداع والابتكار. نحن تواجدنا اليوم، حاب أشكر طبعا أمان وهبة وحبيب على طبعا هالبرنامج اللي أتاحوه لكم لمواطني الدولة لأول مرة يسوون لمواطني الدولة. فطبعا نحن تواجدنا إن شاء الله بيكون معاكم لدعمكم في البرنامج في تقديم الخدمات خلال البرنامج، وكذلك من بعدها إن شاء الله بنكون متواجدين تقديم خدماتنا في مؤسسة محمد بن راشد يوم توصلون مرحلة تقديمكم على المشروع من ناحية الترخيص التجاري إلى دخولكم للسوق وتعرفكم طبعا عن نتورك الثاني إن شاء الله. إذا تعرفون مركز حمدان انطلق في الشهر اللي طاف من سمو الشيخ حمدان بن محمد، إذا أعتقد أغلبيتكم كنتوا موجودين في دبي مول، شفتوا الستاند اللي كان إن أكبر مخاطر أن لا تخاطر. هاي طبعا كانت مبادرة من عندنا، ومركز حاضنات الأعمال بيكون في قرية الأعمال إن شاء الله في نهاية السنة، نركز على الإبداع والابتكار فيها. فإن شاء الله مشاريعكم، طبعا في مشاريع أتوقع موجودة، وفي عندي أعضاء من المؤسسة ما شاء الله موجودين وياي، ما شاء الله الشباب بعدني موجودين تلاقينا وياهم قبل. أتمنى إن شاء الله تستفيدون من البرنامج، ونحن متواجدين ياكم على طول البرنامج، ما بطول عليكم، وأتمنى إن شاء الله أنا موجود عقب البرنامج، والأخ بدر بعد موجود إذا في عندكم استفسارات عن المؤسسة. وشاكر لكم حضوركم صراحة واهتمامكم بالبرنامج، شكرا.